أما هلأ ليا بننتقل بمحطتنا التالية مع التراث والحرف اليدوية اللي لها دائما علاقة بذاكرتنا، حاضرة بذاكرة جميع السوريين ووجدانهم. وبتلاقي يمكن الحرف اليدوية والتراثية كمان لها علاقة بمناسباتنا، إن كان في مناسبات بما يخص العيد وغيرها من المناسبات. رح نحكي كمان عن موضوع كتير مهم عم يتم التحضير له، إنجاز سوري تاني ثق ملكية اليوم رح نحكي عنه بشكل أكبر. تمام، أكيد نور، يعني أكيد ما بيحلى صباحنا ولا عيدنا غير لحتى نحكي عن تراثنا، عن إنجازاتنا، عن قديش الأمل حلو، وخاصة هيك نفرح قلوبنا وقلوب كل حدا مهتم بالعيد. خلينا نحكي أكثر مع شيخ الكار عدنان تنبكجي، شيخ كار في الفنون النحاسية والتشكيلية. صباح الخير، كل عام وأنت بخير. صباح الخير، كل عام وأنت بخير، إن شاء الله يا رب مثل ما بيقولوا المحبة بتجمعنا. لك العيد اليوم وعيد المحبة يا رب، كل عام وأنت بخير. بعيد نعاد عليك بالخير والصحة. اليوم جاي مع زي التراث. قديش يمكن حلو اليوم لما نحكي، قبل ما نحكي عن الإنجاز المهم اللي عم يتم التحضير له، لنحكي عن علاقة العيد اليوم بالحرف اليدوية التراثية السورية، وبعتقد إلى دائما خصوصية بذاكرة ووجدان كل السوريين. ما شاء الله عنك حكيتي يعني الجواب. نحن بالحرف التراثي حتى الحرف التقليدية كل شيء بتعلق بحياتنا هو في بتلاقي في ما في عائلة بسوريا أو بالشام إلا ما يكون في عنا لا يقل عن من كل عائلة حرفي أو اثنين أو ثلاثة، كانت حرف تراثية أو تقليدية. أنا بهاي المناسبة إن شاء الله عم حضر مثل ما حكيتي على إنجاز كتير حلو بشطرنج ثلاثي بثلاث كراسي، وعامله ان شاء الله سميته الشطرنج السوري، واللي هو بيخضع لكل الحضارات اللي مرت فيها سوريا. يعني شطرنج ان شاء الله عم حاول انا اخذ فيه صك ملكيه. اللي شجعني على الموضوع انه قبل هلا انا اخذت جائزه الابداع على شطرنج بلاعبين، وهلا تشجعت، اعطاني الاستاذ ناجح حدوي رئيس اتحاد العام الحرفيين، موجه له التحيه وكل عام بخير لكل حرفي بسوريا وحرفيه، وللاستاذ لؤي شكو مدير حاضنه الدمار، هي الحاضنه حاضنه الابداع. تشجعت انه فوت بهذا المشروع، ان شاء الله راح ينال الاعجاب وفي تواصل. انا كثير متشجع ومتفائل على انه يعطي صدى مو بس بسوريا، صدى عالمي اللي هو الشطرنج السوري. كلياتنا بنعرف أن الشطرنج ماله سوري، وإنما الشطرنج فكرة هي اخترع واحد هندي. أنا ساويت الطقوس من الرقعة إلى الكراسي إلى تنجيد البروكار اللي عم يكون تواجده خجول، إلى هاي الرقعة السداسية اللي هي دلالات الزخارف النباتية القديمة، ربط التراث يعني فينا أعمارها بحدود 380 سنة، وفي شيء عندنا زخارف هندسية عمره 320 سنة. الرقعة عم تكون بشكل مسدس، مطلع كل زاوية من الزوايا عم يكون وقفة الخيل العربي وأصالته ودلالته بأقوى حالاته. بتعرفي سلالات الخيل العربي موجودة اللي احنا عندنا بسوريا، وإن احنا باع طويل بهذا الموضوع، وما زال هاي الحرف أو هي المهنة الراقية اللي هي الفروسية والخيل العربي في عنا اهتمام، لأنه هذا الأصالة موجودة بدمنا. وأنا بالمناسبة بحكي أنه أنا بنتي كمان تأهلت لبطولة العالم ماسة تنبكجي بالفروسية. الكراسي عم تكون إلى دلالات بالطابع الحضارات اللي مرت على سوريا، الحضارات الرومانية منجدة من البروكار الحقيقي اللي هو بذات السبع ألوان من الخيوط الحرير، اللي بشجع أنا أنه إن شاء الله يرجع النول الدمشقي يقوى أكثر وأكثر لأنه عليه إقبال. الكرسي كمان كانوا يتباهوا فيه القياصرة والأمراء، أنه مو بس أنا من قدام الكرسي، واجهة الكرسي مرصع بزخارف حلوة، أيضا أنا ساويته من خلف الكرسي عم يكون في زخارف حلوة كتير بتعبر عن الحضارات اللي مرت فيها سوريا، ومرصع بالكريستال. الرقعة عم تكون من فوق من الرخام، رقعتين هي مربوطين بهدول الزوايا اللي قلنا عليهم زخارف نباتية، ومطلع كل زاوية من الزاوية وقفة الخيل العربي من النحاس، مربوطة كمان ب رقعة تانية اللي هي بالأسفل عم تكون من الخشب. الرقعة الاحتياطية عم تكون بلاعبين، لأنه أحيانا بيجينا شخص بيقول لك أنا ما عجبتني موضوع ثلاث لعيبة يلعبوا بهذا الشطرنج، ممكن يكون لاعبين، أنا محضر لهي، ممكن يكون نقد أو ممكن ما يجيني موافقة عليه، لذلك في عنا رقعة اللي هي بتمثل لاعبين فقط. أهم ما في الموضوع
طولت عليكم؟ لا ابدا بالعكس مستمتعين بس احنا بدنا هيك يعني نحكي اكثر كيف هي لثلاث اشخاص يعني كل هلا كل حدا عم يقول انه هي لشخصين اصلا وهيك انه كيف بدها تصير تلعب لثلاث اشخاص؟ الحقيقه انا عامل مخطط لانه اللي ما بيعرف يلعب ثلاث اشخاص حيلعبها بس مثل ما قلت لك ربما ما نجي بالموافقه على موضوع انه او ما الناس ترغبها ثلاث لعيبه حطيت رقعه احتياطيه بلاعبين أهم في الموضوع هنا اللي هنن أحجار الشطرنج. أحجار الشطرنج عم يكون طبعا الملك اللي هو صلاح الدين الأيوبي البطل اللي كلياتنا بنعرفه والوزيرة عم تكون ملكة تدمر زنوبيا. أما الفيل عم يكون الفيل السوري. نحن أنا بصراحة ما كنت بعرف إنه في فيل سوري يسمى من زمان. عم نتابع صور قرض هلا اللي هو الفيل الآسيوي السوري وكانوا يتباهوا فيه إنه أنا صدت فيل آسيوي سوري لأنه بيمتاز بالقرنين تبعاته ويعني بيمتاز عن الفيل الثاني وكانوا يصيدوه من شان يستفادوا من العاج اللي هو موجود بهذا الفيل. بنجي لموضوع الحصان اللي هو الخيل العربي حكيت عن أصالة الخيل العربي وامتداده عبر العصور وبسوريا بنجي بالأخير على موضوع القلعة قلعة دمشق كيف كانت تحمي هي كانت مكان آمن لكثير من الناس بهي القلعة وكانوا يقعدوا فيها أحيانا شهر 20 يوم ويتأملوا كل المستلزمات المعيشية بهي القلعة اللي كل حجر بهي القلعة عم ينطق قديش مرت عليها العصور كلها مرت على قلعة دمشق. أما الجندي اللي هو آخر شيء عم بربط أنا الخيل أو جندي العربي اللي عملوا له نصب تذكاري بإسبانيا عبر العصور وعاملين له لحد الآن نصب تذكاري لقوة وشجاعة وفراسة الجندي العربي اللي هو إبراهيم العطار اللي بيقولوا أنه الدلالات عم تكون أنه هو دمشقي ورابطه مع الجندي المغوار الجندي العربي السوري اللي عنا هلأ ولولا الجندي السوري كمان كلياتنا ما كنا موجودين. أنا بحييهم وهذا الربط عبر العصور يعني بصراحة ما صار قبل هلأ وجميل لما كل حجر عم يحكي حكاية إلى علاقة يمكن نعم. بذاكرتنا أو تاريخنا اليوم. خلينا نحكي عن الرقعة السداسية كيف يعني عم نحكي تفاصيل للناس نعرف أكثر على كل تفصيل الشطرنج السداسي الرقعة السداسية أنت لك لحنا في عنا ثلاث كراسي هدول ثلاث كراسي بعدهم ثلاث لعيبة إذا في عنا ثلاث ملوك ثلاث وزراء وفي عنا كل شيء يعني هون عندك 16 حجر ب 16 حجر ب 16 كاملين مثل اي عم نشوف نعم. يعني نحن بيلعب الشخص بده يواجه خصمين الاثنين احتمال يصير مؤامره شخصين يتآمروا على واحد بالنهايه بيضلوا اثنين كمان بينتهى واحد منهم باللعب وبيضل الشخص طبعا كلهم هدول ملبسين بمصاغ الذهب بس بالحجار بتعرفي مشان التميز عم نحط لحنا شيء من الذهب نحاس كلهم نحاس ملبسين ذهب والخصم عم يكون نحاس ملبس البرونز اما الشخص الثالث اللي عم يكون نحاس ملبس الفضه يعني انا اخر خطوات هلا لسه ما انتهى موضوع الاحجار وشارك معي بهذا العمل احنا 14 شخص بحيي فريق عملي كلهم اشتغلوا لانه انا لحالي اكيد ما راح اقدر اعمل هذا الانجاز وبتمنى نتيجه الخبراء اللي عينوهم بالاتحاد العام للحرفيين الصراحه الخبراء كثروا يعني اكثر وانا هذا بيشجعني اكثر لانه كل ما قوي الخبراء وقامات كبيره كان من جامعة دمشق من قسم التاريخ أو كان من ناس مختصين بالحرف اليدوية إن شاء الله بأخذ على موافقة بثقة الملكية هاي ثقة إن شاء الله أنا بحصل عليها لأنه العمل متقن ويرتقي للعالمية وإن شاء الله إحنا بنرفع راسنا بكل حرفي بسوريا بيشجعنا سك الملكية على حضور دور المزادات والمعارض الخارجية لأنه بتعرفوا إحنا من زمان انسرق كثير من الحرف والتحف الفنية المبدعة وراحت لهويتها هاي الهوية تبعنا بسك الملكية هي كرامة الحرفي هويته وين ما راحت يعني سك الملكية الهدف منه توثيق هي الحرفة خوف من سرقتها لأنه بنعرف يعني نعم هذا صار توثيق عالمي نعم. وأنا راح ترجمه إن شاء الله
للانجليزي وللفرنسي وللروسي لكثير من اللغات. يعني استاذ عدنان خلينا هيك نحكي، هلا كثير ناس عم يشوفونا انه نحن هلا الوضع المعيشي صعب، هلا نحن ويننا وين حالنا وين بالنا، لحتى هي اليوم هي الطاقه اللي عندك اياها الموجوده وهيك عم تعطيها للناس بحفاظك على الحراف، يمكن بيوصل ليل مع نهار لحتى انت تتابع عالميا، لحتى تراسل، لحتى توصل هيدا التراث. اليوم يعني قديش مهم وجود الامل، قديش مهم الحفاظ على تراثنا، قديش مهم انه نحن ما نستسلم لظروف ان شاء الله تكون مؤقته وهيك يعني العالم تطلع منا. قديش مهم انه هذا الحكي هو اكيد رح يعطينا كمان، هو كنز بايدنا هذا التراث، رح يعطينا بالمقابل كثير من الخصوصيه، كثير من الحضاره ايضا. هلا بتعرفي نحن رب العالمين سخر لكل واحد رزقه مثل ما بيقولوا، كل واحد له اختصاص بهالدنيا، والمجتمع او الوطن بحاجة كل الناس، من الطبيب إلى العامل إلى الفلاح الحرفي إلى آخره. أنا واحد من الناس إذا ما اجتهدت بصراحة ما بأكل لا أنا ولا للشباب اللي عندي الحرفيين اللي هم فريق عملي. نعمل هذا الشغلة الإبداعية. يعني كمان كلامي كتير كتير مهم، أنه مين رح يقتني هيك قطعة؟ هلأ في أغنياء وفي فقراء وفي متوسطين الحال، ممكن أنه كمان خلينا نركز على انه احنا هذا العنصر اللي احنا مربوطين تماما، نحن الحرفي مربوط لانه قوه اقتصاديه الحرفي، بدخل قطع اجنبي جيد. احنا بنشكر وزاره الاقتصاد، وزاره السياحه، وزاره الثقافه الحقيقه، والاتحاد العام للحرفيين اللي ما عم يقصر، هي الدعم وترويج الصادرات. نحن كلياتنا كتله واحده مربوطه مع بعض البعض. يعني نحن وقت نتشجع على حضور معرض خارجي وبيجي اليوم التضخم الاسعار بالنسبه للقطع الاجنبي اللي برا، يعني ما راح يكون المنتج غالي وملبس ذهب. يعني احنا كمان في خبراء، راح الموضوع يخضع لخبراء ويوثقوا هذا العمل. انا بدي اعرف هاي القطعه من الذهب، نحاس ملبسه محلول ذهب 100%، وفي توثيق، وهي دلالات تاريخيه. يعني ممكن تاخذوا وزاره الثقافه، ممكن ياخذوا مسؤولين، ممكن ناس بيحبوا بلدهم، هذا في داخل البلد بيقتني هاي القطعه، انا بس بدي مثل ما بيقولوا استمز فيها، اقراها، طلع فيها، غذي بصري فيها. ما بالك برات سوريا اللي عشاق سوريا كثار بياخذوها وبيحطوها، او حتى المعارض الخارجيه تكون وبتزيد موجوده. يعني صك الملكيه فادنا على انه بترتفع سعر القطعه رويدا رويدا مثل ما بيقولوا، وهي للتاريخ. انا مراكد على انه في عندي هدف مادي، بس الهدف الاساسي هو هدف هويه البلد، حضارات اللي مرت فيها سوريا. تعالوا شوفوا شو هي سوريا. يعني واحد بيلعب شطرنج، خلينا نقول بروسيا مثل ما طلعنا كثير معارض مثلنا سوريا وبيحبوا الشطرنج، وقت بيشوفوا هذا الشطرنج الغريب من نوعه، طيب حيسأل مين هذا؟ ممكن ما يتذكر هذا القائد العربي القديم، او ما يتذكر الخيل العربي واصالته، شو هي قلعه دمشق، شو هو هذا الجندي السوري اسطوره، الجندي السوري اسطوره. خلينا نوصل هي الرساله لكل الناس، وان شاء الله احنا بنتشجع على طول انه انتم الاخباريه السوريه على طول مواكبينا باعمالنا، انه نرتقي للافضل افضل افضل. وبوجه تحيه لكل حرفي عم يسمعنا، وحرفيه الحرفيات اليوم كمان عنصر كثير كثير مهم، وعم يبدعوا بصراحه اكيد. واهم شيء عم تحاولوا يمكن اليوم ضمن كل الظروف مثل ما قلت الغلاء والوضع وغلاء المواد حتى تحافظوا على الحرف اليدوية السورية اللي هي هوية للتراث السوري. خلينا نحكي دائما معك استاذ عدنان، انت الشيخ الكار، في شيء جديد يعني نشاطات عم تقوموا فيها، شو محضرين بالايام القادمة؟ في معارض داخل سوريا او خارجها عم تحضروا لنشاطات كحرفيين؟ والله بهي الحاضنة احنا طبعا عم نرحب باصدقائنا الحرفيين جايين من الكية السليمانية، من وزارة السياحة تبنيت موضوعهم كلهم، وهلأ رح تشوفوا الحاضنة على مستوى عالي جدا جدا إن شاء الله، لأنه زاد الإبداع فيها. أكيد عم نحضر على ملتقى نحت إبداعي عالمي. بوجه تحية للدكتور علاء اللي عم الأصفر اللي عم يقوم بهذا الموضوع بالتعاون مع الاتحاد العام للحرفيين، الأستاذ لؤي شكو. هذا الملتقى يعني لسه ما اجت الأوكي عليه، لكن نحن منشجع على أنه يصير هذا الملتقى النحت العالمي، فنانين كبار، وحتلاقوا المكان مكتظ بالفنانين ومحبين التراث السوري، ويا رب الأمور بتنجح. وعم نحضر إن شاء الله إذا صار معرض دمشق الدولي، كل الحرفيين بيستنوا هذا المعرض، المعرض دمشق الدولي
اللي سوريا تعتبر السباقه بالشرق الاوسط مو بس بالوطن العربي بهي المعارض. ان شاء الله يا رب يتم الامور بالدوره الجديده، وعم نحضر كمان لمعارض تخصصيه بهي الحاضنه، يعني مركز الابداع تبع كل الحرفيين واللي عندهم ابداع نحن عم نرحب فيهم، ويستثنى كل مين صاحب ابداع لو ما عنده شهاده حرفيه قديمه بيتقدم، كانه ابداعه بيلغي شرط انه يكون 10 سنوات و15 سنه، لازم يكون منتسب من قديم. بقى الاستاذ ناجي كثير متساهل وبيشجع على موضوع الابداع الحرفي، وهي الحاضنه ان شاء الله بنرحب بكل مين عم يسمعنا هلا انه عنده ابداع وما ظهره يجي يعمل له حمايه ويساوي هذا الابداع وينميه ويعلم. هدفنا التعليم، والرسالة اللي أخذناها نوصلها للغير ولأولادنا إن شاء الله. حتى بالتراث الشعبي كمان نحن عم نوصل رسائل كتير حلوة، ومثل ما حكيتي على الزي العربي اللي نحن عم نلبسه، عم نعمل أعداد كتير حلوة، طقوس رائعة جدا، حببنا الشباب الناشئ اليوم بالطقوس الجميلة والعادات الأصيلة ومحبة الناس، والمحبة فعلا تجمعنا. أكيد إن شاء الله دايما على المحبة مجتمعينا. أستاذ عدنان، اليوم هيك خلينا نضوي على نقطة، قديش اليوم يعني عم نحكي هيك بأريحية ولكن بخلف الكواليس نحن عنا مجهود كتير كبير لإيصال الصورة والفكرة الحلوة. اليوم بعد هالوقت من تدريب حرفيين جداد، من انضمام صبايا أكيد لحاضنة دمر، عم نشوف مجهودكم كتير كبير ما توقف على مدار السنوات السابقة. خلينا نحكي عبر التسويق، كيف عم يتم تسويق القطع التراثية يلي بتخص المنتجات؟ كيف عم نسوق لها إن كان عبر السوشيال ميديا أو كان عبر المغتربين؟ اليوم أكيد في تواصل مع حضرتكم، إن كان الهدايا، إن كان حدا حابب يقتني شيء أو يهدي حدا هو بخارج البلد، كيف عم نوصل هاي الفكرة أو الصورة للخارج؟ هل عن طريق السوشيال ميديا؟ حكيتي على أكثر عنصر مهم، يعني اليوم الحرفي صار في عنده تطور كبير، وكمان وزارة الاقتصاد لهم دور كمان ما قصروا معنا وتعطونا دورة دبلوم التصدير الاحترافي، عطونا احنا هاي الدورة المجانية اللي صارت بحاضنة دمر، حكيت عنها قبل هلا، زادتنا ثقافة كبيرة وعلمتنا كيف نبرم العقود، وعلمتنا كيف نوصل المنتج بأحلى صورة لكل الجو العالمي، يعني مو بس في بلد معينة، وفي عنا استهداف كل منتج له ناسه، يعني أنا فرضاً بالنحاسيات، وين السوق المستهدفة تبعي؟ صرنا نعرف وين السوق المستهدفة، أحسن ما أروح على دولة ما بتحب كتير التحف الصغيرة والنحاسيات، بروح على دولة عن طريق عبر السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي، بنعرض هذا المنتج بصفحاتهم وبيجينا أخبار. صار عنا بالحاضنة مكتب خاص للتسويق، يعني هذا كتير شيء مهم، يعني حتى في ترجمة للغات وتنعرض القطعة بأحلى حالاتها وبتنكتب خواص القطعة وقياساتها، وإذا صار تواصل على أنه حدا بده يقتني هاي القطعة صار يعني العملية سهلت للحرفي والتواصل، ومن الألف إلى الياء بتتم العملية، وأحياناً بدهم أوردر ما من طقوسنا، نحن على استعداد نساوي قطعة حتى لو من تراث بلد هنين بدهم اياه، بيطلبوا قطعه معينه بترمز لهم رمز معين للون الى خصوصيتها، نحن على استعداد نساوي لهم سواء بنحاس، انا اصدقائي وزملائي كلهم شيوخ الكار بالحاضنه، يعني في عنا ما يخص الخشب، في عنا ما يخص المزيك، في عنا فنانين كمان بالصدف، في عنا فنانين بالنحاسيات بالقيشاني، حتى دور الازياء كمان دخلت عنا، نحن ان شاء الله شبه كاملين بكل الحرف اليدوية والأمور. يعطيكم ألف عافية، مجهود كبير عم تقوموا فيه. بس خلينا نحكي اليوم، يعني إذا بنحكي عن حاضنة دمر، نحن عم نعرف قديش كانت هي الحرف التراثية نوعا ما، بعض الحرف كانت قابلة للانخراط، اليوم عم يتم الحفاظ عليها من خلال تدريب شباب بحاضنة دمر، شباب وصبايا للحفاظ. يعني سابقا كنا نشوف شيخ الكاري يورث هي القصة لأولاد، اليوم عم نشوف في قلة باليد العاملة بما يخص الحرف اليدوية والتراثية.
حضانة دمر عم تقوم بتدريب بشكل مستمر، دورات تأهيلية للحفاظ. قد ايه ساهمت اليوم بالحفاظ على بعض الحرف اليدوية التراثية؟ وذكرت البروكار، يعني من سابقا من 10 سنوات كنا نحن عم نقول آخر نول يدوي للبروكار، لا هلا عم يكون في يدوي وآلي عم يحاول الحفاظ على هي الحرفة التراثية القيمة. هلا مثل ما بيقولوا الله مع الجماعه، نحن وقت صار تشابك يعني بين اتحاد المحرفين، وزاره السياحه، الاقتصاد، حتى الثقافه، نحن بنكبر فيهم لانه نحن بالنهايه يعني بنمثل وطن، بنمثل هويه سوريا سواء خارج او داخل القطر. صحيح. يعني هذا التلاحم عم يشجع على احياء التراث، وهي الدورات المجانيه لعبت دور كثير كبير. تقريبا 70% من الدورات عم يكون مجاني. صحيح. وما تبقى عم يكون اسعار رمزيه. الصبية كان ما تشجع على أنه تخضع دورات وتفوت بهالقصص، اليوم عم تشجع، اليوم عم نشوف يعني الصبية عم تشتغل بالنحاس، بالخشب. نعم. بالصدف ما كنا نشوف. اي ما كان بصراحة. صحيح. كان تواجدهم يعني مو خجول، معدوم. هلأ اليوم صار في تواجد. صحيح. وعم ينطلقوا لسوق العمل وبيعملوا منتجات حرفية كتير حلوة. وعم يتابعوا فيما بعد، ونحن اللي عم يكون معنا بالدورة عنصر فعال وعنده كفاءة عالية بصراحة منتمسك فيه ومنأمن له فرصة عمل، لأنه نحن بدنا كمان شباب منتج. يعني بتعرف اليوم خفت هالشباب اللي صاحبين الخبرات وصاحبين الأيادي الذهبية عم يخفوا، نحن واجبنا أنه نولد ونولد، وهي سوريا ولادي بكل هالقصص هاي. إن شاء الله يا رب تتولد عنا أفكار جديدة مثل ما سابق وصارت، أنه دمج حرفتين وثلاث حرف تراثيات مع بعضهم، صار عنا منتج لحرفة جديدة ما كانت سابقة. تماما. أستاذ عدنان نحن كثير بدنا نتشكرك، شكرا كثير لحضورك، وينعاد عليك بألف خير وبإنتاج مزيد من التراث يلي بخصنا. ميرسي لك. إن شاء الله كل عام وانتم بخير، وينعاد عليكم بالصحة والسلامة. برد بحيي كل واحد حرفي وحرفية وبقول لهم كل عام وانتم بخير. أكيد ينعاد عليك وعلى كل الحرفيين السوريين بألف خير. بنعرف قديش يمكن تعبوا اليوم ليحافظوا على جميع الحرف اليدوية السورية التراثية. شكرا كثير لك. كل عام وانتم بخير. أنت بخير.